السلام عليكم. هذا أيضا، هنا أيضا إشارة، ها هي جرم تثبيت، وهذا جرم تثبيت لدفين. انظر إلى هذه التحويطة هنا، تنظرون هذا دلالة لدفن قبر، وهذه دلالة لتحويط مكان، وصف للمكان الذي به هذا القبر، مع اتباع الميلان. انظر هذا، انظر هذا السيال، يعني يتبع هذا الدفين، يتبع هذا الوصف للتحويط. انظر مع الميلان، ها هو الهدف، ها هي التحويطة، ها هي تحويطة سهلة جدا، هدف سهل جدا. ها هي، هذا هدف سهل المنال، لا تطلب تحليل من أحد، لديك الدلائل ولديك الاشتباه. هذا الهدف، وها هي الإشارة، ها هي الإشارة، ها هو الهدف، مباشرة يصيبها، ها هي سهلة، اشتباه واضح لدفن. ربي يوفقكم وربي يرزقكم إن شاء الله.